أهلا بكل حضراتكم. انطلقت مبادرة فحص المقبلين على الزواج، واللي بتشمل الكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية والمزمنة وتوفير المتابعة الطبية للطرفين المقبلين على الزواج، وده لتقليل مضاعفات الإصابة للشخص المصاب وحماية أيضا الشريك ومنع انتقال العدوى للشخص غير المصاب وخفض أيضا نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية. وتستهدف هذه المبادرة المقبلين على الزواج من المصريين وأيضا غير المصريين المقيمين على أرض مصر لإجراء الفحص الطبي واستخراج الشهادة الصحية، على أن يتم الفحص الطبي وإجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوم للحصول على نتائج التحاليل. بدأ المؤذنون الشرعيون ومثقفو الزواج الأقباط أيضا المرخص لهم اعتبارا من الأحد العمل بالمنظومة الجديدة لفحص المقبلين على الزواج من تطبيق العمل بالشهادة الطبية المؤمنة الجديدة وإلغاء العمل بالشهادات الطبية القديمة. وعشان طبعا نعرف تفاصيل أكتر عن بدء المأذونين العمل بمنظومة الفحص الجديدة، معانا الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين. أهلا بحضرتك يا فندم معانا على التلفزيون يوم السبت. في البداية فندم، كلمنا عن دور المأذونين في تطبيق منظومة فحص المقبلين على الزواج. أولا المأذون تابع لوزارة العدل، ما يأتينا من تعليمات أو كتب دورية أو قوانين أو لوائح وجوبي على المأذون تنظيمها وتوظيفها، يعني أمر منتهي لازم العمل بها العمل بها. ما يأتيني من لوائح لازم من تطبيق اللوائح والقوانين. فجلنا منشور يوم السبت بأنه تم الإيقاف بعد العمل بالشهادات القديمة والمنظومة الجديدة اللي هي مبادرة الرئيس، وكثر خيره والله خايف على مصر كلها بجد بجد، لأن ديت بصي هو بيدور على الأمن القومي الأسري اللي لازم نقف له وقفة بجد، وحتى عشان اللي احنا شايفينه ما يتكررش تاني أو اللي حصل ما يحصلش تاني. فكانت المبادرة مبادرة جميلة إن الشهادة الطبية تكون مفعلة ويتم فحص رغيب الزواج، ولكن هناك كان معوقات، لأن هناك من قام بحجز القاعات والنوادي على مدار الأسبوع ده والأسبوع القادم، وتم استخراج الشهادة الطبية من أسبوع وتم الحجز بميعاد مسبق عند المأذون، فأصبح بالتالي أنا مش هقدر أكتب له يوم الخميس إلا إذا كانت الشهادة الجديدة موجودة. بطبيعة الحال كان الضغينة من المواطن على المأذون، أنت هتوقف لي الحال. طب يا أخوانا دي تعليمات وده كتاب دوري جالنا لازم هنطبق المنظومة الجديدة، طب أنا استخرجت الشهادة وعشان أستخرج شهادة أخرى يبقى هتستمر 14 يوم ومش هيقدر يأجل فرحه. فما كانش فيها حل غير إن احنا نتجه إلى وزارة العدل ووزارة الصحة، وفعلا الحمد لله قابلت الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، لأن مع الوزير فرح مش موجود، وقد كان استوعبوا الموقف كامل وصدر كتاب النهارده إلى وزارة العدل بالعمل بالشهادات الطبية التي تم استخراجها قبل يوم 26 فبراير من عام 2023. واتحلت المشكلة بالنسبة، وفعلا وصل الكتاب الدوري دلوقتي محاكم الجمهورية على أساس إن المأذون اللي عنده حجوزات الأسبوع الجاي والأسبوع اللي بعده ما دامت أن الشهادة فارغة المكحول يتم العمل بها. لكن المنظومة الجديدة اللي راح يطلع في هذا بكرة يوم الأحد 26/2/23 هيتم التحاليل كاملة ويتاخد منه عينة دم وهتصدر الشهادة الجديدة. طيب هي لمنظومة الصحة بس. اتفضل. هي لمنظومة الصحة بس، يعني منظومة الصحة الشهادات الصادرة من عندها الموضوع الجديد أو الشهادات الجديدة أو التحاليل الجديدة اعتبارا من 26/2. أما ما قبل ذلك ما دامت أن الشهادة الثانية يعمل بها والمأذون يكتب فيها. واتحلت المشكلة، طبعا نشكر القائمة. أكيد يا فندم. طيب قول لي إيه هو كمان مصير عقود الزواج اللي كان من المقرر عقدها خلال الفترة الحالية، خصوصا إن إجراءات التحاليل ممكن تستغرق 14 يوم، فحضرتك قلت إن الأزمة دي اتحلت. طيب هل يوجد اي معوقات تانية يا فندم؟
لا هو في بقى بعض ايه يعني، يعني هو رجاء يعني المعوقات، لان في بعض الحاجات اللي ايه لازم يتم تداركها. زي طلق زوجته، واحد طلق مراته ويرجع هو نفسه هترجع لجوزها وهو هيرجع لمراته. صحيح. يعني الزواج قبل كده وكانوا متجوزين وعايشين، هدية بتبقى حالات فردية، ممكن يجي الساعة 10 بالليل بعد جلسة الصبح عاوز يرجع مراته. ده احنا بنقول ما يبقاش له شهادة صحية لأنه سبق له الزواج من نفس الزوجة. صحيح. يبقى مش محتاج شهادة، ودي طبعا هتشيل من على كاهل وزارة الصحة وبتشيل من على كاهل المواطن، لأن هم هيكملوا مشوارهم يربوا عياله مع بعضيهم، فبتقول له روح على الشهادة. هم عاوزين الصلح النهاردة، يبقى لازم أوكل منهم وصلتهم النهاردة. نفس النظام في حالات التطابق على قيام الزوجية للي هم المتزوجين عرفيا وعاوز يعمل وثيقة زواج وعاوز يثبت الزواج، الزوجية قائمة وهو اتجوز وخلف ومعاه عيال وعياله اتجوزوا، بس للأسف القسيمة مش موجودة، فبالتالي ملهوش خلاف اتجاه للمأذون لعمل وثيقة التطابق. كذلك الزوجية قائمة ومتجوزين ومخلفين، يبقى مش هنحدد من نسلهم ولا هنشوف حالهم، ده عنده 50 سنة فبتقول له روح حتى هذا طبيا، فيبقى بالتالي تلغى من التصادق على الزواج. المعوق الثاني بقى واللي أهم، الشهادات الطبية لراغبي الزواج المقيمين بخارج جمهورية مصر العربية. اللي هو بيبعت توكيل لوالده أو لأخوه أو لأحد أقاربه بإتمام عقد زواجه بالآنسة فلانة الفلانية. طيب الشهادة الطبية هنجيبها له منين؟ يعني لازم من إتمام عقد الزواج من وجود الشهادة الطبية. صحيح. طب للأسف كانت وزارة الصحة لم تتدارك من قبل القرار إن في الخارج هيبعتوا يتزوجوا، فما فيش أماكن حاليا للمقيمين في الخارج يعملوا الشهادات الطبية. فبالتالي لازم يكون في استثناء في الوقت الحالي لحين استكمال بقيه الاجراءات وتحديد اماكن للتحاليل الطبيه للمقيمين في الخارج. يعني اي حد عنده مقيم في الخارج وعمل توكيل لحد من اهله بالزواج ده هيكون مستثنى من هذا القانون مؤقتا لحين تواجد اماكن للتحاليل واصدار الشهادات الطبيه للزواج لراغب الزواج في الدولة التي يقيم بها. هي دي بس المشكلة الوحيدة اللي مقبلنا، أما ما دون ذلك بنذكر فعلا من سرعة الاستجابة، عشان طبعا انت عارف حضرتك اللي أجر قاعة واللي وستينشن وكوفير وكل حاجة وكتب كتاب وزفاف، فطبعا ولي أمر الدكتور ما هيجوز بنته إلا بحضور المأذون وكتب كتاب، والمأذون لو امتنع يبقى الفرح يتأجل، يبقى هيكون مكمل لارباب رغيب الزواج. كان لازم من وجود الحل فكتر خير وزاره الصحه فعلا، واذكر بالاصل عن نفسي ونيابه عن مسؤول الجمهوريه الدكتور حسام غالي، معالي الوزير خالد عبد الغفار، ونفس الوقت السيد معالي المستشار مساعد وزير العدل لسرعه الاستجابه وارسال الخطابات لمحاكم الجمهوريه للعمل بمنظومة الشهادة القديمة الثانية عشان ما يكونش فيه معوقات أمام الجمهور والشعب المصري. طيب قول لي يا فندم، من يخل بهذا القانون هتكون إيه عقوبته؟ بص يا فندم، وزارة العدل بيد المحكمة. أنا ما يأتيني من لوائح، من قوانين، من تعليمات تنفيذية، من كتب دورية، وجوبي على المأذون تنفيذها. الحوكمة دخلت المحاكم، أمر بالفعل. أصبح بقى العمل بالمنظومة الجديدة وأفضل من المنظومة القديمة ألف مرة. على فكرة برضو وزارة العدل ما عندهاش هزار، اللي بيخالف يعاقب تأديبيا، يحاسب تأديبيا بإيقافه عن العمل أو كما يرى أن تحقق معاه من إجراء عقوبة أو توقيع عقوبة عليه مناسبة للجرم اللي عمله. لكن أطمن حضرتك مفيش مأذون في جمهورية مصر العربية يضطر يخالف. صحيح. بشكر يا فندم حضرتك، شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى معلوماتك القيمة. أفضل. بشكر حضرتك مرة تانية، والشكر موصول لحضراتكم. بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، انتظرونا في تغطيات أخرى على مدار اليوم. كنت معكم أنا منى يحيى، وإلى اللقاء.